التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة النهاردة نلتقي مع تابعي جليل، حقيقة قصته رائعة وجميلة وليه مواقف في غاية الجمال والروعة. محتاجين فعلا أن احنا نعرف سيرته ونعرف تاريخه وحياته ونعرف المواقف ديت، وأكيد هنتعلم منها حاجات جميلة جدا جدا. بتبدأ القصة من أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في الفتوحات الإسلامية كان في معركة اسمها معركة عين التمر. معركة عين التمر ديت كان خالد ابن الوليد انتصر فيها وقدر يحصل على 40 غلام من السبي وجابهم المدينة المنورة، والأربعين غلام دولت من السبي وزعوهم أو تم توزيعهم على عدد من الصحابة. فكان من ضمن السبي غلام اسمه سيرين. سيرين دوت كان من نصيب أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تملكه أنس ابن مالك وبعد فترة كاتبه، يعني حدد له مبلغ معين يشتغل ويقسطه ويجيبه لحد ما يخلصه يبقى حر خلاص، ويبقى بعد كده مولى أنس ابن مالك. وبالفعل سيرين بدأ يشتغل ويجتهد لحد ما تم تحريره بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتق أنس ابن مالك رقبته وأصبح بعد ذلك هو يعني مولى أنس ابن مالك. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان سيرين حب البلد دي كده بلغتنا يعني كم من نص دينه، فحب انه يتجوز، فقعد يبحث حواليه اتجوز مين واشوف مين لحد ما ربنا يسره ووفقه فعلا انه يتزوج من مولات لابي بكر، من يعني فتاه كانت موجوده عند ابي بكر اسمها صفيه. الفتاه ديت كانت جميله مهذبة متدينة يعني عابدة لله سبحانه وتعالى، وكانت من أقرب الناس لقلب أبي بكر، كان بيعتبرها زي بنته بالضبط. وبدأ سيرين يعني 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 يكلم أبو بكر في الموضوع، وكانت على فكرة صفية كانت من أقرب الناس إلى قلب أمهات المؤمنين وخصوصا عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت قريبة جدا لقلب أمنا عائشة. بدأ سيرين يفاتح أبو بكر في الموضوع، أنا عايز أتجوز مولاتك صفية وعايز أن أنا يعني أكمل نص ديني إلى غير ذلك. أبو بكر الصديق الموضوع بالنسبة له مش مسألة بقى أن المولاة اللي موجودة عندي هجوزها وخلاص وانتهى الموضوع، لا، هو باعتبارها زي بنته. فبدأ يبحث عن ديانة هذا الشاب، انه مهما كان ده برضه كان جاي من السبي وكبر عند انس بن مالك وهو ما يعرفش حاجات كتير عنه. فبدا يسال كل الناس اللي يعرفوا سيرين، ايه رايكم في الشاب دوت؟ فالكل اثنى عليه خيرا. فقال طيب هو اكتر واحد عارفه هو انس بن مالك، اسال انس بن مالك. فقال لي انس بن مالك ما رايك يا انس؟ هل ازوج صفيه من سيرين؟ فقال له انس بن مالك زوجها منه يا امير المؤمنين ولا تخشى عليها بأسا، فوالله ما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق موفور المروءة. إنسان فاضل، إنسان محترم، إنسان عنده دين وأخلاق ومروءة، جوزها منه وعلى بركة الله. وبالفعل وافق أبو بكر الصديق على تزويج صفية من سيرين، وعمل حفل كبير جدا، حفل جميل وحفل عظيم علشان زواج مولى من الموالي. عشان تعرفوا قد ايه كانت معاملة الصحابة للعبيد والإماء والموالي كانت معاملة في غاية الإنسانية وفي غاية الرحمة والعظمة والجمال. وعمل الحفلة مش حفلة كده وخلاص ويلا مولى جوز مولاه وخلاص وخلص موضوعه وانتهى، لا، عزم كل الصحابة وكل أهل المدينة، وحضر الحفلة ديت عدد كبير من الصحابة، وعلى رأس هؤلاء 18 واحد من الذين كانوا يقاتلون في غزوة بدر، 18 بدرين. وقام أبي بن كعب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، وقام يدعو لسيرين ولصفية، يدعو لهما دعاء طويلا، والكل يؤمن على هذا الدعاء. وفوق ده كله صفية اللي تزوجها سيرين
قام ثلاثة من زوجات النبي من أمهات المؤمنين، هم الثلاثة مخصوص راحوا لها عشان يزينوها ويجهزوها لزوجها سيرين. فأي كرم وأي عظم أعظم من هذا، ولن تجد هذا إلا في ظل هذا الدين العظيم الجميل اللي ألف من قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. وكم من ثمرات الجواز الزواج دوت، إن صفية أنجبت لسيرين ولدا سمته محمد أو سماه محمدا، فكان محمد ابن سيرين ضفنا العزيز في هذه الليلة المباركة. يبقى ضفنا النهاردة التابعين اللي هنتكلم عنه النهاردة هو محمد ابن سيرين، وحكينا قصته جات ازاي. خالد ابن الوليد سبى عدد في معركة عين التمر، كانوا 40، كان من ضمنهم سيرين. سيرين ده كان من نصيب أنس بن مالك، أصبح بعد ذلك بعد أن أعتق أنس بن مالك رقبته فأصبح مولى أنس بن مالك، وبعد كده حب يتجوز مولات أبي بكر اللي هي صفية واتجوزها، وحضر الحفل عدد كبير من الصحابة وتمت الزيجة. وكان من ثمرات هذا الزواج كان من ثمراته إن أنجبت له محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين اتولد امتى؟ اتولد بعد سنتين او قبل انتهاء خلافة سيدنا عثمان بن عفان بسنتين، قبل ما تنتهي او قبل ما يموت سيدنا او قبل ما يقتل سيدنا عثمان بن عفان بسنتين كانت ولادة محمد ابن سيرين. عاش في بيت مليء بالإيمان وبالتقوى والطاعة وطلب العلم. أبوه سيرين رجل فاضل، وأمه صفية مولاة أبي بكر الصديق، وليها مكانة عظيمة جدا في قلب أمهات المؤمنين وفي قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عاش وشاف المجتمع حواليه مليء بالعلماء والصحابة ويعني خيرة الناس على وجه الأرض، الجيل الفريد اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما زال في القرون الخيرية الجميلة العظيمة. فوجد زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة، ولزم الستة دولت وقعد يطلب العلم على أيديهم لحد ما قدر بفضل الله سبحانه وتعالى خلال فترة وجيزة جدا قدر أن يكون عالم كبير، تحصل على قدر عالي جدا من العلم، وكان عنده فطنة وذكاء عجيب جدا، وكان عنده فراسة عجيبة واستخدمها في موضوع تفسير الأحلام كما اشتهر بعد ذلك بموضوع تفسير الأحلام. شاهد في الموضوع أن تمر الأيام وتنتقل أسرة محمد بن سيرين إلى بلد البصرة. بلد البصرة أو مدينة البصرة كان خططت في عهد أو في أواخر خلافة عمر بن الخطاب، كانت مدينة بكر، وكان الهدف من إنشائها حاجتين. الهدف الأولاني إنها تكون مركز للدعوة إلى الله عز وجل لكل من أسلم من بلاد فارس ومن بلاد العراق، والهدف الثاني إنها تكون مدينة قاعدة عسكرية عظيمة لكل الغزاة الذين يغزون بلاد فارس، عشان تكون قريبة منهم، يكون في أمداد أو إمدادات ضخمة بتقدم من هذه المدينة لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت مدينة لسه بكر، ومدينة غنية جدا، إن كان فيها غنائم كتيرة جدا بتيجي من هذه الفتوحات الإسلامية التي قادها عدد كبير جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى انتقل محمد بن سيرين مع الأب والأم إلى بلد البصرة، قعدوا هناك. ومحمد بن سيرين خطط حياته على أساس حاجتين: طلب علم ودعوة إلى الله، وفي نفس الوقت كسب وعمل وتجارة شريفة يأكل منها لقمة نظيفة طاهرة. فبدأ يقسم حياته كالآتي. تعال نشوف يوم من حياته. كان أول ما يصحى كده لصلاة الفجر يوم يصلي في الفجر في المسجد، في مسجد البصرة، وبعدها يعمل حلقات تعليم، يعلم ويتعلم. وبعد ما يعلم ويتعلم وتشرق الشمس ويصلي الضحى وكده يبدأ يخرج إلى التجارة، يبيع ويشتري وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يعود إلى البيت ويعني ويصلي بعد ذلك صلاة الخمس في المسجد، وبعد كده يجي الليل يقوم يصلي قيام الليل ويصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلي ويبكي من خشية الله، وتمر عليه اللحظات أو الساعات ويجي الفجر وهكذا. ودي كانت دورة حياته الثابتة في كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان يعدي على أهل السوق
الناس اللي بيتاجروا ويبيعوا ويشتروا، لان السوق دي معركة الشيطان، وده المكان اللي الشيطان بينصب فيه رايته. فكان يروح هناك ويذكرهم بالله ويحضهم على اللقمة الحلال، ويا جماعة وخدوا بالكم، ويذكرهم بالآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم ان اللقمة الحرام ديت يعني كل مال كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. فكان يذكرهم بالله ويذكرهم انهم لازم ياكلوا لقمة حلال، ويكون عندهم آداب الطريق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغض البصر، وان هم يتعاملوا مع الناس بالأمانة وبالصدق إلى غير ذلك. وكان في نفس الوقت لو حصل مشاجرات أو مشاكل، وتحصل كتير جدا بين التجار، كان هو اللي يصلح ما بينهم، وكان أحيانا يعني يكرمهم كده بطرفة جميلة كده ليس فيها كذب، لأنه كان صاحب طرف وكان صاحب دمه خفيف جدا، ويعني كان قريب جدا من الناس. وفي نفس الوقت كان الناس أول ما يشوفوه فعلا يذكروا الله عز وجل، كانوا يهللون ويكبرون، وكانت سيرته كانت فعلا يعني عطرة جدا بين الناس، وكان الناس يحبوه حب لا يخطر على قلب بشر. في عز التقوى والورع ده كله كان ليه مواقف أحيانا بتكون غريبة لكنها مواقف في الحق. من ضمن المواقف إن واحد راح يشتري منه وما اداروش فلوس، وادعى إن هو إدى لمحمد بن سيرين درهمين، فقال له ما أخذت منك شيئا، قال له تحلف؟ قال له أحلف. فالناس استغربت، محمد بن سيرين يحلف عشان درهمين؟ ده لسه متنازل عن 40,000 درهم، وأحكي لكم القصة بتاعته كمان شوية. لسه متنازل عن 40,000 درهم تسببت في مشاكل كبيرة بالنسبة له، جاي يحلف على درهمين، فحلف بالله أنه ما خدش منه الدرهمين وهو صادق. فقالوا له حلفت ليه يا ابن سيرين؟ قال لهم أنا ما حلفتش عشان الدرهمين. قال لهم ما حلفت عشان إيه؟ قال لهم حلفت لاني انا فعلا ما خدتش منه فلوس، وخفت ان انا اديله درهمين فيروح ياكل مال حرام، فخفت عليه من اكل الحرام، فحلفت عشان انقذه من انه ياكل لقمه حرام، فلا يقبل منه طاعه ولا يرفع له دعاء، ويكون بكده لوث جسمه بلقمه حرام. سبحان الله، كانوا يحبوا الناس يروحوا يقعدوا معاه، يحبوا يجلسوه جدا، لأنه كان مجلسه مجلس علم ومجلس تربوي، وكان رجل فاضل جدا، وكان في القعدة بتاعته كان خفيف الظل، وكان بيقدم الدعوة الجميلة والفكاهة الطيبة، ويقدم النماذج التربوية العظيمة، وكان مربي فاضل، وكان يشترط على أي حد يقعد في المجلس بتاعه لا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا قصف محصنات، أي حاجة من آفات اللسان ما تكونش موجودة في مجلسي. لدرجة أن واحد في يوم من الأيام هو قاعد في المجلس بتاعه، ذكر الحجاج بن يوسف يعني بالسوء، وانتوا عارفين الحجاج بن يوسف كان من أظلم خلق الله، كان ظالم جدا وكان رجل غشوم. ورغم ذلك أول ما سمع الرجل ده بيتكلم في حق الحجاج فقال له صاه يا ابن أخي اسكت، فإن الحجاج قد مضى إلى ربه، وإنك حينما تقدم على الله ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في هذه الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب ارتكبه الحجاج، ولكل منكما شأن يغنيه. واعلم يا ابن أخي أن الله سيقتص من الحجاج لمن ظلمهم، كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه، فلا تشغلن نفسك بأحد بعد يومك هذا. وكان لما حد يجي يقول له أنا مسافر يا ابن سيرين للتجارة، كان يقول له أول حاجة اتق الله ولا تأكل إلا حلالا، واطلب ما قدر الله لك من طريق حلال، واعلم أنك إن تطلبه من غير حل لم تصب إلا ما قدر لك. يعني اوعى تفتكر أن أنت لما هتتحايل على الشرع وتأكل مال حلال تأكل مال حرام أن أنت بكده بتزود رزقك، أبدا، أنت لن تأخذ إلا ما قدره الله لك، فلا تطلبه إلا من حلال. تعالوا نكمل سيرة محمد ابن سيرين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بكم. بعد الفاصل نرجع لسيرة محمد ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة. كان ليه مواقف عظيمة جدا مع ولاة بني أمية،
وكانوا بيحبوه ويقدروه جدا جدا. كان من ضمن المواقف دي موقف عجيب جدا مع ابن هبيرة، ويمكن حضراتكم فاكرين ابن هبيرة. ابن هبيرة اللي في يوم من الايام، لو تفتكروا حكيت لكم قصته، انه في يوم من الايام راح منادي على الحسن البصري وعلى الشعبي، وراح بعت لهم قال لهم ان يزيد ابن معاويه يرسل اليه الرسائل تلو الرسائل، وقد تكون احيانا مجافيه للحق، احيانا بيكون فيها ظلم، فهل لي رخصه في دين الله ان انفذ ما في تلك الرسائل؟ فالشعبي قال له كلاما فيه ملاطفه ومثاره، حب يجامله يعني، فاعرض ابن هبيره عن الشعبي ومال الى الحسن البصري وقال ما تقول انت يا ابا سعيد، انا عايز رايك انت. فقال له الحسن البصري يا ابن هبيره خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فان الله يمنعك يعني يحميك، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا مريرا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل دخل المسجد، اجتمع الناس عليهما وقال ما صنعتم مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقساني الله عز وجل عنه وقرب إليه الحسن وحببه إليه فبالغ في إعظامه وإكرامه. ابن هبيرة ده بقى في يوم من الأيام دعا محمد بن سيرين، فمحمد بن سيرين يعني قدم إليه ومعه ابن أخيه، محمد بن سيرين راح له ومعه ابن أخوه، ودخل على ابن هبيرة سلم عليه. كان ابن هبيرة كان ساعتها واليا على العراقين الكوفة والبصرة من قبل بني أمية، فلما دخل سلم عليه وقعدوا وأكرموا يعني، ثم سألهم كيف تركت أهل بلدك؟ تركتهم عاملين ازاي؟ قال تركتهم والظلم فيهم منتشر، والظلم فيهم فاشل يعني منتشر، وانت عنهم لاهن، انت مش واخد بالك من اي حاجه والظلم منتشر في البلاد وانت مش واخد بالك من حاجه خالص. فغمزه ابن اخيه عايز يقول له ايه؟ خف لنا حر الشمس يعني. فقال له اسكت فاني انا الذي اتكلم وانا الذي اسال ولم تسال انت، ولا بد أن أقول كلمة الحق، فإنه من يكتمها فإنه آثم قلبه. وقعد يتكلم بكل جرأة وحرارة عشان يدافع عن حقوق المسلمين، فابتسم ابن هبيرة وأكرمه غاية الإكرام، ثم انفض المجلس خلاص وراح وصله لحد الباب، وراح بعت له واحد من اللي عنده ب3000 دينار هدية، فرفض أن يقبلها. محمد بن سيرين رفض أن يقبلها تماما. فابن اخوه بيقول له لماذا لم تقبل؟ 3000 دينار كان يعني هينغنغوك يعني بالبلد كده. فقال له انما اعطاني هذا يا ابن اخي لخير ظنه بي، هو ظن بي خير فعشان كده اداني ال 3000، فان كنت انا من اهل الخير فينبغي ان اكون من اهل الخير ولا اطمع في مثل هذا، وان لم اكن من اهل خير فلا ينبغي ان استحل ما ليس لي من حق. يا سلام، شفت الناس نماذج عجيبة جدا. لكن أقوى قصة أثرت فيا بجد من قصة ابن سيرين، أعظم قصة مرت فعلا في قصص التابعين، القصة اللي هقولها لكم دلوقتي. ابن سيرين كان بيتحرى الحلال بشكل لا يخطر على قلب بشر، كان يخشى أن هو يعني يدخل جوفه لقمة حرام، لا يمكن مستحيل، ولا عجب في ذلك. فأمه كانت مولاة أبي بكر، وأبو بكر الصديق كما ورد عند البخاري كان عنده غلام
بيأتي كل يوم بالخراج وكل يوم يجيب له الأكل معاه، وكان أبو بكر يسأله قبل ما يأكل، في يوم من الأيام نسي يسأله مرة واحدة، فالغلام بيقول له: لم تسألني يا خليفة رسول الله من أين أتيت بالطعام؟ قال: من أين أتيت بالطعام؟ قال: كنت أتكهن أناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فقابلوني اليوم فأعطوني أجر الكهانة فأتيت بالطعام، وأجر الكاهن حرام. فأخذ أبو بكر يضع يده في فمه حتى يتقيأ كل ما في بطنه. قالوا: يا خليفة رسول الله ارفق بنفسك، دي لقمة واحدة. فقال: والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. فلا عجب في ذلك. في يوم من الأيام محمد بن سيرين اشترى زيت، قوارير زيت يعني، اشترى زيت بأربعين ألف دينار بالقسط، خد بالك بقى. فهو بيقلب جرة من جرات الزيت ديت، يعني زلعة زيت مثلا أو إزازة زيت أو حاجة كده، وهو بيقلبها وبيشوف ايه اللي فيها، بص لقى فيها فار اعزكم الله ميت ومهري متفسخ. فقال: الزيت ده كله اتعصر في معصره واحده، والفار ده متفسخ متقطع حتت، فمعنى كده ان هو اتفرم واتعصر مع الزيت كله، وكل الزيت دوت تاثر بالفار دوت. فلو رجعت الزيت، خد بالك بقى من الورع العجيب اللي لا يخطر على قلب بشر، لو رجعت الزيت دوت للتاجر اللي انا اشتريت منه هيشيل الفار من الزيت وهيبيع الزيت كله للناس والناس تتأذى، ولو انا بعته هاخد ذنب الناس اللي هتتأذي. طب هتعمل ايه يا محمد بن سيرين؟ قال: هات له الزيت كله، ده 40,000 دينار، وبعدين انت كان عليك ديون ومشاكل وعندك ازمه ماديه كبيره، مش مشكلة، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. رمى زيت باربعين ألف دينار يساوي النهاردة 400,000 جنيه، حاجة زي كده. رمى الزيت وجي معاد أداء الأمانة، أداء فلوس الزيت، ما هو واخده بالقسط، فما كانش معاه فلوس. فالراجل رفع أمره للوالي فدخلوه السجن. محمد بن سيرين العالم العابد الزاهد التقي الورع يترمي في السجن، ترمى في السجن عشان كان خايف على المسلمين. بندي ديت هدية ببعتها لكل التجار اللي فيهم ناس كتيرة للأسف بتغش ويقولك مش مشكلة، ونستورد مش عارف لحوم انتهت مدة صلاحيتها ويلا والناس تاكل، ومش عارف وسمنة مش عارف بها ايه وكذا سبحان الله. شوف رجع 40,000 دينار رمى بيهم، رمى الزيت بتاعهم علشان ما يأكلش الناس من زيت فيه حاجة، سبحان الله. ودخل السجن وطال عليه الفترة في السجن، قعد فترة كبيرة جدا لدرجة انه صعب على السجان نفسه. فالسجان قال له كلمة عجيبة قوي، قال له: طيب رفقا بنفسك يا محمد يا ابن سيرين، ده انت رجل عالم كبير، ايه رأيك من غير ما حد يعرف، وده اتفاق بيني وبينك وانا السجان بتاعك، روح كل يوم بات مع زوجتك وأولادك، وتعالى للصبح من غير ما حد يشوفك عشان يبقى رفقا بنفسك. فرفض. قال له: ليه؟ قال له: لا أكون عونا لك على خيانة ولي الأمر. سبحانك يا ربي، دي فرصة عمرك ان انت ما تقعدش في السجن، انت اتبهدلت في السجن مش مشكلة، بس ما ساعدكش ان انت تخون ولي الأمر، هو أمر ان انا اخش السجن، خليني في السجن. وتمر الأيام، وأنس بن مالك اللي عمره طال عمره بدعوة النبي عليه السلام وبقدر الله قبل ذلك، فأنس بن مالك خلاص نام على فراش الموت. وكان وصية أنس بن مالك، عشان تعرفوا قدر محمد بن سيرين، كان وصية أنس بن مالك: محدش يغسلني ولا يكفني ولا يدفني إلا محمد بن سيرين. فراحوا قالوا له: يا أنس، محمد بن سيرين في السجن. قال لهم: اطلبوا من الوالي انه يطلعه من السجن عشان يغسلني. فراحوا للوالي شرحوا له الموضوع، قال لهم: طبعا يطلع من السجن يغسل صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفنه ويدفنه وبعدين يرجع السجن. فلما راحوا لمحمد بن سيرين قالوا له: الوالي اذن لك ان انت تطلع من السجن عشان تغسل انس بن مالك. قال لهم: لن اخرج حتى تستاذنوا صاحب الدين. انا لما دخلت ما دخلتش عشان خاطر الوالي، انا دخلت عشان صاحب الدين ما لقاش عندي فلوسه فدخلت السجن بسببه، فخلوه هو يسامحني ويسمح لي ان انا اطلع اغسل صحابي النبي وارجع مره تانية. فاستاذنوا صاحب الدين،
قالوا له أنس بن مالك طلب أن محمد بن سيرين يغسله، تأذن له أنه يطلع من السجن يغسله ويرجع؟ قال طبعا أذنت له. فأذن له فراح غسل أنس بن مالك وكفنه ودفنه، وهو راجع قالوا له لو تحب تعدي على أسرتك تطمن عليها وترجع السجن براحتك. قال لهم مش ممكن، لا أخون أبدا ولي الأمر، مش من حقي أزور أهلي إلا لما أطلع من السجن. وراح رجع السجن من غير ما يروح يزور أهله. الحقيقة القصة دي أثرت فيا جدا، قلت معقولة يعني معقولة يا جماعة في حد في الدنيا بالورع ده كله، في حد بالتقوى دي كلها؟ شوف فقر في زلعة زيت يقوم دلق كل الزيت باربعين ألف دينار ويخش السجن، ولما يقولوا له اطلع بات في بيتك كل ليلة وتعالى تاني يقول لهم لا ما ساعدكش عن انت تكون ولي الأمر، ولما يطلبوه عشان أنس بن مالك يروح يغسله يقول لهم ما اطلعش إلا إذا أذن لي صاحب الدين، ولما يروح يقولوا طب زور أهلك يقول لهم ما زورهمش إلا لما اطلع من السجن. إيه الورع ده كله؟ وتمر الأيام وينام محمد بن سيرين على فراش الموت وتفيض روحه إلى بارئها جل وعلا، ويموت محمد بن سيرين. وواحدة اسمها حفصة بنت راشد بتحدث بعد موت محمد بن سيرين، بتقول كان عندنا جار اسمه مروان المحملي، كان رجل عابد جدا، فلما مات شفته في المنام في الليلة ديت، قلت له ماذا صنع الله بك يا مروان؟ قال أدخلني الجنة. ماذا صنع بك ربك؟ قال أدخلني الجنة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم رفعت إلى أصحاب اليمين. قلت ثم ماذا؟ قال رفعت إلى المقربين. قالت فمن رأيت هناك؟ قال رأيت الحسن البصري ومحمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين كل اللي الناس تعرف عنه أنه بيفسر أحلام، لكن كتير من الناس ما يعرفوش أنه عالم كبير اتعلم على يد أكابر الصحابة. حدش يعرف أن أمه كانت مولاة أبي بكر، حدش يعرف أن أبوه كان سيرين اللي كان مولى أنس بن مالك، محدش يعرف أنه هو كان عابد زاهد، كان رجل ورع، كان يرفض أن حد يغتاب حد في مجلسه، كان يرفض أن حد يجيب سيرة حد، كان يرفض أن يسمع من حد كذب، كان يرفض أن حد يأكل حرام، كان يرفض أن حد يخون ولي الأمر، كان يرفض أن حد في يوم من الأيام يطلب منه حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. مات محمد بن سيرين ولم تمت سيرته، وستبقى سيرته وسيرة كل هؤلاء التابعين الكرام نقعد نتداولها ونتذكرها. يا ريت كل واحد فينا بيتاجر أو بيتعامل في الدرهم والدينار شوف المثل الجميل دوت محمد بن سيرين، ويتورع عن أكل الحرام، واللي بيأذي المسلمين ويجيب لهم حاجات عشان يأكلوها وفيها أذى للمسلمين، حاجات انتهت مدة صلاحيتها ويكتب صلاحية جديدة عشان يأذي المسلمين عشان يكسب هو مال. أخوي وحبيبي أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت في النار أولى به، فلنتقي الله في دماء ولحوم المسلمين ولنتقي الله في أرزاق المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الحرام وأن يرزقنا الحلال الطيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين.